السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبات الصف الأول الثانوي. معكم مسيو محمد شعبان، وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع مسيو محمد شعبان. لو أنت أول مرة تشوف القناة أنصحك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو أنت متابع معايا باستمرار وبتشوف القناة وبتعجبك فيديوهاتي، يا ريت ما تبخلش إن أنت تحط لايك لكل فيديو بمثابة شكر ليا على اللي أنا بعمله معاكم. ولا تنسونا من صلاح دعائكم وشير لكل أصحابك عشان الكل يستفيد، فالدال على الخير كفاعله. ان شاء الله النهارده يا شباب معانا مع فيديو فيه ان شاء الله هنقول فيه كلمات الدرس الاول من الوحده الثالثه. والوحده الثالثه دي يا شباب بعنوان لوكليب دي لكتير، يعني مجموعه شباب القراء او نادي القراء. واول درس فيها بيتكلم عن او بعنوان ديكرير مون ليسي، يعني وصف مدرستي. ايه ايدونتيفيه les objets de la classe، وتحديد الاشياء اللي موجوده في الفصل. وطبيعي جدا ان احنا ان شاء الله هندرس شويه كلمات مرتبطه بالحاجات اللي بتبقى موجوده في الفصل والحاجات اللي بتبقى موجوده في المدرسه. ويلا نخش على طول نشوف الكلمات بتاعه الدرس الاول. وقبل ما نخش هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، ويلا بينا. انه ماسكولا يا شباب اللي هي الاسماء المذكره. إيه عندي كلمه ديجيني يعني غداء، ديجيني ان ديجيني، ان سيلف سيرفيس، سيلف سيرفيس واختصارها سيلف، بس كلمه سيلف سيرفيس اختصارها كلمه سيلف، واللي هي قاعه طعام بالمدرسه اللي هو المكان اللي احنا بناكل فيه في المدرسه. ان ريستورون مطعم، ريستورو ريستورو اختصارها ريستو ريستو. ارض الملعب ان تيران دي سبور، تيران دي سبور. مكتب بيرو بيرو، ان بيرو. كمبيوتر ان اورديناتور اورديناتور. ان بورتمانتو شماعة، بورت مانتو بورت مانتو. ان تابلو تابلو سبورة يعني تابلو، وتابلو لها معاني تانية زي مثلا برواز على الحيطة او جدول، لها ثلاث معاني تابلو. ان سي دي اي سي دي اي، وده اختصار لمصطلح معناه صالة الوسائط المتعددة، هناخده بعد كده، بس خليك بس عارف ان السي دي اي معناه صالة الوسائط المتعددة. ان تي ان اي اللي هي السبورة الذكية، تي ان اي تمام، برضو ده مصطلح هناخده بالتفصيل بعد كده. ان جيمناز، ان جيمناز، جيمناز اللي هي صالة الالعاب الرياضية وهي كلمة مذكر. ان سبيس، ان سبيس يعني مكان او مساحه، سباس سباس سباس. ان اسكلت، اسكلت هيكل عظمي، اسكلت. ان لابوراتوار، لابوراتوار لابوراتوار معمل. قاموس عندي ان ديك سيو نير، ديك سيو نير ديك سيو نير. لو جلوب تريستر، جلوب تريستر كرة أرضية وهي كلمة مذكر، جلوب تريستر تمام. خلي بالك من الكلمات اللي هي متعلمة باللون الأحمر دي، ليه؟ كلها بتنتهي بحرف أو بس كلها مذكر تمام، نخلي بالنا منها. نخش على الكلمات اللي مؤنثة، نو في منا. إن بيسين، إن بيسين، إن كانتين، بسين طبعا حمام السباحة، كانتين اللي هو الكانتين اللي بيبقى في المدرسة. إن سال دو كلاس يعني قاعة الفصل، سال دو كلاس. إن بارتي جزء، إن بارتي. إن تابل، إن تابل. إن شيز، إن شيز يعني كرسي. أورلوج ساعة حائط، أورلوج.
بلوند بلوند يعني نبات. إن بلوند إن بورت إن بورت يعني باب. لا جيمناستيك واختصارها جيم. لا جيمناستيك يعني التربية البدنية. شباك يعني فينتر إن فينتر. خريطة إن كارت إن كارت. إن كوربي أ بابيي كوربي أ بابيي كوربي أ بابيي اللي هي سلة المهملات. لا ناتاسيو ناتاسيو السباحة ناتاسيو. إن ديسكريبسيو ديسكريبسيو وصف. إن ديسكريبسيو. إن كور دي ريكري إن كور دي ريكري يعني اللي هو الحوش أو فناء الفسحة أو فناء المدرسة اسمه كور دي ريكري. إن ريكرياسيو اللي هي الفسحة ريكرياسيو واختصارها ريكري ريكرياسيو واختصارها ريكري. الأفعال يا شباب مونجي يأكل مونجي مونجي. بروندر 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 معناه يتناول ولو معنى تاني بمعنى يأخذ يأخذ. بروندر فعل مجموعة ثالثة وله معنيين معنى يتناول ويأخذ ولما بيجي برضو مع وسائل المواصلات هناخدها بعد كده بمعنى يركب. مونتري يشير إلى أو يوضح مونتري مونتري. جوي جوي. لير لير. اتوديي 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 يدرس او يذاكر اتوديي. تروفي تروفي يجد تروفي. سيتي سيتي يذكر سيتي. ديكرير يصف ديكرير ديكرير. سيرفي سيرفي يتصفح النت سيرفي. تمام نخش على اخر طابلو معانا في الكلمات هو طابلو الادجكتيف والادفيرب والبريبزاسيو والاكسبرياسيو يعني صفات وظروف وحروف جر وتعبيرات. اول كلمة ايديال 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 مثالي او نموذجي ده حاجة ايديال. بروبر نظيف بروبر بروبر. مودرن حديث مودرن مودرن. سيلمو 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 يعني فقط. صف ما عدا صف ما عدا. اتر اكيب دو اتر اكيب اتر اكيبي دو اتر اكيبي دو يعني مجهز بي. اتر اكيبي دو مجهز بي. تمام يا شباب وبكده الحمد لله نكون خلصنا كلمات الدرس الاول من الوحدة التالتة اللي هي اول وحدة في الترم الثاني. اتمنى ان تكونوا استفدتم من الكلمات اللي احنا قلناها ولا تنسونا من صلاح دعائكم وشير لكل اصحابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.